نبدا باخينا علي من الامارات يقول بخصوص التماثيل اتيت بها الى الزينه في البيت هل يجوز لي ان ابقيها في البيت لا لا يجوز يا حبيبي علي لا يجوز مطلقا والملائكه لا تدخل بيتا فيه هذه التماثيل بل وتحل اسمحوا لي كل هذا الكلام وتحل الشياطين في داخل هذه التماثيل